السلام عليكم موعد مباراة الديربي المنتظرة بين فريق الرجاء الرياضي وفريق الوداد الرياضي في ربع نهائي كأس العرش المغربي 2021 والقنوات الناقلة لهذه المباراة تأهل فريق الرجاء الرياضي إلى ربع نهائي كأس العرش بعد فوزه على فريق رجاء بني ملال في دور ثمن النهائي وتأهل فريق الوداد الرياضي إلى ربع النهائي بعد فوزه على فريق شباب المحمدية في دور ثمن النهائي ويوجه الوداد الرياضي الرجاء الرياضي في ربع نهائي كأس العرش المغربي 2021 يوم الجمعة القادم 8 يوليو 2022 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وذلك بحضور جماهيري أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة فسيحدد لاحقا إن شاء الله ومن المرتقب يتم نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية